احنا يمكن عندنا ازمه في مجتمعاتنا المصريه او مجتمعاتنا العربيه بشكل عام، عندنا نوع من انواع التحفظ في الحديث عن العلاقه اللي بتكون الحميميه ما بين الزوج والزوجه، اللي ممكن بيترتب عليها مشاكل اسريه كتير جدا، لكن احنا ما بنقدرش نبوح بيها، ما بنقدرش نقول ان هذه العلاقه تاثرت وحصل لها نوع من انواع الفتور. دايما حتى لما بنيجي نتكلم نبقى مكسوفين، مفيش ست بتطلع تقول لا انا بقيت حاسه بفتور بعلاقتي بجوزي. ممكن الراجل يبوح او يدور على امور اخرى تخليه يجدد او بديل، لكن المراه هي دايما بتكون الاكثر تاثرا والاكثر صمتا. عندك حق، لانه لما بيبقى ما فيش حاجات مشتركه ما بينهم وبعد كده الحياه الزوجيه تدخل في جزء اللي هو العلاقه الحميمه في فراش الزوجيه، عدم الفكرة الأساسية أنه أنا مش عارفة اللي قدامي بيحب إيه ولا أنا بحب إيه، على المستوى الذهني، على المستوى الاجتماعي، على مستوى الأداء في المنزل، على مستوى كمان فراش الزوجية. فكون أن هذا الشيء مش موجود بتلاقي أنه دايما العلاقة حتى الحميمة بتبقى لمجرد أنه هي تمت ويبقى الهدف منها أنه أوكي. لا المرأة متعودة أو تربت عشان خاطر المجتمعات المحافظة بتبقى دايما بص على أنه أنها تبوح بحقها في الاستمتاع بالعلاقة مع الزوج، يعتبر ده شيء الأهل أو الناس بيبقوا ساعات بيرفضوه. وبرضو عندنا الناحية التانية، الزوجة اللي بتبحث عن الاستمتاع في فراش الزوجية نفس الحكاية بالنسبة للراجل. يمكن الرجال بيكونوا أكثر تعبيرا، ولكن للأسف ما بيكونش التعبير بتاعهم بيبقى مش كلهم طبعا مش في اتجاه أن أنا أصلح الخلل، وإنما في اتجاه اتهام بالتقصير. وهنا بتبتدي العلاقة اللي هي ما هياش سوية ما بينهم هما الاثنين، يعني يزيد فيها الجاب توسع او حتى الفتور يزيد، ان هي شايفه انه انا بعمل اللي عليا وهو شايف ان انا مش راضي، فتبتدي العلاقه تفتر ما بينهم. سبب الفتور في العلاقه الحميمه ايه؟ زي ما انت اشرتي بالظبط انه ما فيش ثقافه ايه اللي تحتاجه السيده او الفتاه قبل الزواج. لا في ثقافه علميه اللي هي ندرس، يعني انا كنت فاكره كويس قوي ان كتير قوي من الناس اشوفهم يطلع ان درس البيولوجي، درس علم الاحياء البيولوجي اللي هو بتاع الجهاز التناسلي بتتدبس الصفحات وما بتشرحش في المدرسه، او الولاد بيبقوا ما هماش بياخدوه جديه وانما يخرجوا من الفصل يقعدوا على سور المدرسه يتكلموا في الموضوع بشكل غير مناسب وبشكل ممكن يكون مبتذل. فالفكره الاولانيه لما جت بشكل ايه؟ انه ده عيب وان ده ما يصحش، وانه لو هنتكلم فيه فهنتكلم بابتذال، رغم ان الجهاز التناسلي زيه زي اي جهاز بيعمل في الجسم، له خصائص معينه، له وظيفه محدده. في بعض المجتمعات بتبص على انه الجهاز التناسلي هو الغرض منه الانجاب فقط لا غير، وده غير سليم، لان دي من ضمن الغرائز اللي موجوده في البني ادمين، الاكل والنوم والسكس الجنس. تمام. والثلاثه في كل الديانات تلاقي ان هم بيمارسوا بتقنين، الكل بيصوم، الكل بينام عدد ساعات معينه، الكل بيمارس بعد ما بيكون ارتبط رباط شرعي على حسب كل ديانه. فعشان كده لما بيبقى من بدايه خالص في التين ايج المراهقين، انا الفكره اللي دخلت في ذهنهم الثقافه، حاجه ياي ياي، يعني كلمه لما بتيجي نتكلم عن موضوع الثقافه الجنسيه ده تحس ان احنا بنتكلم عن حاجه جايين من كوكب اخر، بنتكلم عن حاجه المفروض ممنوع تداولها بينا، لكن ممكن يعني ما ناخدش بقى ثقافه جنسيه، ناخد بقى اي مسميات اخرى غلط في الديره، ده هو الاكثر تداول. ممكن ناخد قله ادب جنسي بس ما ناخدش ثقافه جنسيه. ما ناخدش ثقافه. وعلى فكره الفكره دي ما هياش سليمه، لانه حتى ايفن عارفه ساعات لما في المجتمع كده جمله تتداول غلط فيحصل نوع من انواع الرفض ليها للمجتمع. كلمه ثقافه جنسيه نفس الحكايه، ولذلك احنا دلوقتي بنتكلم على الصحه الجنسيه، لانه الصحه كل المعايير، السكر، الضغط، الرياضه، انواع الطعام، كل ده بيأثر على كل الأجهزة بتاعت الجسم ووظائف كل الأجهزة، ومن ضمنها الجهاز التناسلي اللي هو خاص بالإنجاب والاستمتاع بالعلاقة الحميمة. للخروج من فكرة الفتور دي يبقى لازم الأول يبقى عندي المبدأ أن أنا أستقي معلومات من أماكن ممكن تكون لها مصداقية وموثوقة علميا، مش من الصفحات الصفراء أو من الـ مش عايز اقول توك شوز، بس يعني الحاجات اللي هي بتبقى مجرد للفرقعه الاعلاميه او للفرقعه المجتمعيه او اختراعات غير مناسبه لمجتمعنا. لانه انا دايما بقول انه دلوقتي العالم اصبح عند اطراف اصابعك، يعني كل العالم موجود على الموبايل بتاتش منك، ممكن تلاقي كل العالم مفتوح عليك، سواء بقى المتماشي مع مجتمعنا او غير متماشي مع مجتمعنا. طيب خلينا